رح نبقى بعالم الغذاء لنتعرف أكثر على فوائد كل من وجبتي السحور والإفطار، وما عدد الوجبات والأشياء اللي لازم يتم التركيز عليها لنحصل على نظام غذائي متكامل. أسئلة بتجاوبنا عليها اختصاصية التغذية إيفانا اليوسف. يسعد صباحك، رمضان صباحكم، كريم. رمضان كريم، ينعاد عليكم. أهلا وسهلا فيك هلا. إيفانا. يعني في أهمية بالفعل لوجبة الإفطار، والأهمية الأكبر لوجبة السحور تمام. يمكن، يلي في كتير أشخاص وكتير من الصائمين بيهملوها للأسف. خلينا نتعرف أكثر، شو أهمية وجبة الإفطار والسحور؟ هلا كثير مهم نحن مثل ما قلتي ما نهمل ابدا السحور. ليش؟ لانه خلال فتره الصيام الطويله بتصير عندنا هبوط سكري، هذا الشيء بيؤدي لوجع راس، لصداع نصفي، حتى لجفاف، لعطش، ممكن احيانا تصير في ناس عندها اعياء. بعدين لما بنبلش بالافطار بوجبه كبيره ممكن يصير عندنا صدمه، يصير عندنا عسر هضم. فمشان هيك نحن كثير بسيط انه نحن على القليله اذا ما بدنا نحط هالفطور هالسحور الكبير او الاكلات المخصصه او المصادر الغذائيه اللي نحن بحاجه لها، ممكن نحن ناخذ تمر، ناخذ حليب، نشرب المي، يعني بشكل بسيط هدول القصص اذا عملناها بالسحور تقينا من هالاشياء او الاعراض اللي ممكن تصير معنا خلال فترات الصيام الطويله. تمام. يعني ايفانا دائما نحن الهدف من انه من وجبه الافطار او السحور هو الفائده تمام. يلي لازم ياخذها الجسم. خلينا نحكي كيف فينا نحقق هيدي الفايدة سواء بوجبة الإفطار أو السحور. ومثل ما بتعرفي الصائم دائما بوجبة الفطور يعني بيكون السفرة متنوعة، تمام. بس أحيانا بياكل بسرعة، يمكن هذا الشيء تعرفين عليه أكثر إنه ممكن يضره. يعني كثير بيضر انه الواحد دغري يبلش بعد فترات الصيام الطويله بوجبه ثقيله. تمام. دائما بنقول لهم نحن نشربوا مي فاتره عشان ما يصير عندنا صدمه بالمعده. بنبلش بصحن السلطه او الشوربه او ممكن التمر، يعني بتمنى انهم يقوموا شوي 5 دقائق بعدين يرجعوا يتناولوا الاكل، يقوموا يصلوا مثلا ويرجعوا يبلشوا بالوجبه الرئيسيه. هون وقت الجسم المعده بتبلش اعاز انه صار في اكل بالمعده، بلش عمليه الهضم، بيطلع رسائل للدماغ، بتنفرز العصارات احسن، بصير عندنا هضم اضبط وعمليه الهضم تكون متكامله، ما بصير عندنا لا هسر عسر هضم سوري ولا تخمه ولا حتى امساك. ايفانا هلا يعني عم بتزامن شهر رمضان المبارك مع ارتفاع بدرجات الحراره والطاقه عنا عم تنخفض، وخاصه الصائم يعني عم ينقطع عن طعم لفتره طويله، لهيك يمكن اكيد طاقته بتنخفض. خبرينا اليوم شو اهم الاغذيه يلي لازم نركز عليها تعزز من طاقتنا؟ كثير مهم نحن نشرب 7 كاسات مي بالخلال الافطار بعد الفطور. ما نخاف انه نحن اذا في ناس بتحط لك لتر مي بتقعد تشرب، ما رح تستفيد شيء. اول شيء رح يصير عندك اضرار بالبول، ثاني شيء اصلا الكليه رح تاخذ حاجتها والباقي تطرحه. ابتعدوا عن الكافيين لانه الكافيين بيعمل ستريس، بيعمل قلق، بيعمل اضرار بول وبيعمل جفاف، حتى ممكن يجفف الاعصاب الموجوده بالدماغ يصير عندنا وجع راس. كثير مهم ناكل فواكه وخضار بشكل كبير لانه فيها كل المصادر والمعادن اللي نحن بحاجه لها بتعطيك الطاقه. بالنسبه للمي فينا نعمل شيء هلا بيعطيكي فريش بالصيف، نحط ليمون، نحط نعناع معه، طعمتها اول شيء بتصير طيبه، ثاني شيء بتعطيكي هي الشعور بالبروده، بتعطيكي الطاقه اللي انت بحاجه لها. ممكن بالفتره الاخيره كثير انتشر انواع اللي هو الديتوكس. تمام. وكثير مهم نحن ناكل تمر لانه التمر فيه طاقه رهيبه بالنسبه للجسم. يعني دائما ايفانا بين الفطور والسحور مهم انه مثلا ناكل، يعني مثل انه نعدد تمام. وجبات، يعني مثلا ما نقعد على الفطور دغري وناكل الوجبه الكامله وبعدين يصير معنا تخمه وما بقى نقدر ناكل للسحور ويمكن ما نقدر ناكل على السحور. تمام. تفضلي بس تحكي لنا. هلا فينا نحن بين الفطور والسحور يكون في عندنا وجبتين خفيفات. يعني خفيفات شلون بتكون؟ ممكن يكون سلطه، ممكن يكون فواكه، كوكتيلات، ممكن اذا ولا بده كثير جاع الشخص، اذا هدول الاشخاص اللي ما بيكملوا وجبتهم بالفطور يتناولوا شو بسيط من الطبخه بمعدل 10 معالق ل 12 معلقه من الطبخه اللي هن طابخينها. كثير مهم نحن نبتعد خلال الطبخ بالافطار عن الزيت، عن السمنه، عن عن الزبده. اوكي حطوهم بس بكميات قليله، ولا بد اذا كثير حطيتوهم شاركوا الصحن اللي انتم عم تاكلوه مع حدا ثاني، بتصير الكميه اقل بالنسبه للسعرات الحراريه وبالنسبه للدهون اللي عم نستخدمها. طيب وجبه السحور يعني مثل ما ذكرنا هي كثير مهمه، لكن شو اهم العناصر الغذائيه اللي لازم تتوفر فيها؟ كثير مهم نحن نعرف انه لازم نحن 5 مصادر اصلا موجود المفروض يكونوا بالسحور ومفروض يكونوا بالافطار. يمكن السحور لانه هو اللي رح يعطينا طاقتنا خلال النهار، اللي هن الالبان والاجبان، مشتقات الالبان والاجبان والبيض. فينا ناكل بيض المسلوق، نبتعد شوي عن المقلي لانه المقالي دائما بتعطش وبتزيد وزن. مثلا الفول والحمص ليش كثير نحن بنفضله، حتى اللي بالتقرير قبل شوي كثير
انه هاي الحمص المهروس كثير مفيد انه نتناوله سواء على الافطار او السحور، لانه هو مصدر بروتين بيعطيك طاقه، بما انه فيه بقدونس وفيه الحامض بيعطيك قوه للجهاز المناعي وكثير بيريح الجهاز الهضمي. فنحن اذا تناولنا او تناولنا الفول هن بدهم وقت لينهضموا، فالشخص بيضل شبعان خلال فترات الصيام الطويل ما بيجوع بسرعه. فينا ناخذ التمر، الخضار والفواكه دائما لازم تكون موجوده بالسحور، نختمها بقطعه فواكه او قطعه حلاوه، نبتعد عن المقالي، نبتعد عن المرتديلات، عن المخللات، كثير هاي بتعطش ما بتفيدنا. مثلا ممكن شويه اللي بنسميها فلافل تماما، مثلا قطعتين مع خيار وبندوره، الخبز الاسمر كمان بشبع اكثر. هاي المصادر الغذائيه اذا وجدت بالسحور فهي مصادر الكامله اللي نحن بحاجه لها. نعم إيفانا، دائما بتشجعي على العصير الطبيعي الفريش، مثل ما معروف بشهر رمضان بتكتر هدول العصائر، الجلاب، الفريز، العرقسوس والتمر الهندي. يمكن التمر الهندي والعرقسوس ما فيهم كثير نسبة سكر بالنسبة للعصائر اللي عم تنباع هلا بالاكياس وكلها سكر، قديش لازم ان احنا ننبه الصايمين عن هذا الشيء؟ يفضل انهم ما يشربوها هلا، ممكن بس السوس ينتبه الاشخاص اللي معهم ضغط لانه بترفع الضغط، اما بالنسبة للسوس والتمر الهندي يفضل عن الجلاب، لانه الجلاب معني انا بحبه للجلاب. طيب والله طيب، بس الجلاب فيه سكر وفيه ملونات واصبغة، فنحن اذا عملناه بالبيت يفضل يعني صراحة. هلا هاي السكريات هي عبارة اصلا بتزيد الوزن، بتعطيك سعرات حرارية وما رح ترويك مثل ما بيرويك ممكن المي، حط فيها طعمات مثل ما قلت للمي بصير معك طعمات تانية. ممكن عصير طبيعي تعمله أنت بالبيت يفضل عن العصائر اللي هي نحن منحلها أو عم تنباع، لأنه مثل ما قلتي حضرتك كلها سكر كلها سعرات حرارية، ما رح ترويك مثل ما نحن بحاجة لها. ممكن تعمل لك تلبك معوي لأنه الجسم رح يلاقي كمية كبيرة من السكر، رح يضيع من الهضم بين الغذاء اللي هو بلش يفوت هلا عليه وبين هالسكر. قديش مهم كمان إنه يمكن قطعة عصر نحطها بالخلاط طبعا. كمان حتى نستفيد من الياف، دائما اخصائيين تغذيه بيركزوا على هالنقطه. حتى يفضل انه اذا نحن نتناولها كامله، هلا نحن دائما بنقول لكم قطعه فواكه مقابلها نص كاسه عصير، لانه خسرت اول شيء كل الالياف تبعتها، وبنفس الوقت صار في عندنا زياده سكر تبعها صار مركز. فدائما بنقول فضل كلها مثل ما هي، ولا اذا بدك اياها، في ناس بتقول لك انا ما بحبها للفواكه، ممكن نعملها عصير، ممكن نعملها كوكتيلات، نضيف حليب. فمثل ما قلتي تفضل خلط مو عصر عشان الالياف، لانه نحن بحاجه للالياف الموجوده فيها مشان الجهاز الهضمي تبعنا. إيفانا، دائما يمكن عند الصائم بيبتعد عن كثير اشياء هو لازم يتناولها، وبيكون في عنده عادات خاطئه، لكن بيقول انه انا هيك جسمي متعود وهيك معود حالي بالصيام. شو هي اهم العادات الخاطئه يلي ممكن يرتكبها الصائم؟ اول شيء انه هو ينام بعد الفطور. هذا كثير غلط، لانه اول شيء الجسم ببلش يهضم، ببلش الجهاز الهضمي عم يشتغل، لما بده ينام بده يقل فعاليه الجهاز الهضمي، رح يصير معه لقدام امساك، سمنه، عسر هضم، وجع راس. دائما ما بيتسحروا، ما حكينا باول الحلقه وهذا كثير غلط، بقول لك ايه ما بدي اسم، لا بالعكس تسحر ما تخاف ما رح تسمن. السحور انت بحاجه له خلال فترات الصيام الطويله، مثل ما قلت الأنية المي اللي بيحطوها اللي هي ما لها طعمه اصلا، رح تاخذ الكليه مثل ما بدها والثاني تطرحه، بعدين الزائد الكافيين اللي بكتروه، الشاي اللي بيشربوه دغري بعد الفطور، هذا كله لما نحن بنشرب شاي بعد الفطور راح كل الحديد اللي نحن تناولناه، المنبهات هاي اللي كثير كثير بتضر، يفضل انك تاخذ محلها عصائر اذا ما بدك الطبيعيه طبعا. الفواكه اللي بتجي بعد الفطور فورا او الحلويات الدسمه اللي ممكن تعمل لك عسر هضم، تعمل لك زياده وزن، انا ما عم منعك من حلويات رمضان، فيك تعملها كسناك وجبه خفيفه، بس شو نعمل فيه؟ اول شيء نخفف القطر، نقسم الكميه النص، واذا مثلا نفترض قطايف مقليه نعملها مشويه، يعني نتحايل او نطبخ نحن او نعمل اكلات حلوه بالبيت، نضيف لها قرفه، نضيف لها فانيليا، نخفف السكر، هون نحن بنقدر نتناول حلو مثل ما بدنا وبنفس الطعمه بس بسعرات حراريه اقل. نعم، يعني إيفانا دائما الفطور وجباته متنوعة، وأحيانا بتكون في وجبة رئيسية هي دسمة. للسحور كيف لازم يكون والكميات؟ هل مثل الفطور؟ لا السحور حتى الفطور ما بتصير فيها كميات كبيرة، مثل إذا مثلا الفطور بلشنا مي، تمر، سلطة، 12 أو 10 معالق من الوجبة اللي أنت عم تاكليها، أو فيك أنت نفترض عاملين أكثر من طبخة، ثلاثة بثلاثة بثلاثة بتعددهم هيك. دائما نحن فينا نقول لهم للجميع انه صغروا صحنكم، خذوا المعلقة الصغيرة والشوكة الصغيرة، بتقلل الكميات اللي بتناولها بدون ما تحسوا. كله على مهل يمكن. تمام، كله على مهل. دائما لا تاكلوا على التلفزيون، تكونوا بالجمعة.
تمام، انتبه شو عم تاكل، نقي الاكل المفيد، مثلا هذا المشوي اضبط من المقلي، هذا المطبوخ، هذا خفيف، يعني يعرف شو بده ياكل سواء برا بالمطاعم او بالبيوت. بالنسبه للسحور دائما مثلا رغيف خبز اسمر واحد يفضل دائما اسمر، معلقتين لاربع معالق لبنه، قطعتين جبنه، زيتون مثلا الاخضر 7 الاسود 8، زيت زيتون فينا ناخذ مثلا نص معلقه اذا عملنا كسلطه موجوده، خيار وبندوره قطعتين بقطعتين، نفترض حمص معلقتين، هذا كله غني كمان وممكن انه اكيد هاي بهاي السعرات الحراريه ممكن نحن نحافظ على وزننا وبنفس الوقت ناخذ كل شيء بحاجه بدون ما نحرم حالنا بالسحور او بالفطور. نعم. كمان يمكن في كثير من الاشخاص بيتبعوا نظام رياضي خلال اشهر السنه لكن برمضان بيهملوا هذا الموضوع. يمكن الرياضه كثير مهمه برمضان، يعني كمان بتزيد من طاقتنا وبتخلي جسمنا كمان يكون صحي وفيه ليونه ورشاقه. قديش هالموضوع لازم يتم التركيز عليه، وامتى الفترات يلي بيقدر الصائم يقوم فيها ببعض التمارين الرياضيه؟ هلا الرياضه كثير مهمه خصوصيا خلال الصيام. هلا دائما نحن اخر دراسات بنفضل انه يكون الرياضه على الريق. ليش؟ لانه حتحرق اكثر الجسم، السعرات الحراريه حينحرق اكثر، ما رح يكون متضايق الجهاز الهضمي، حتلعب خلال ممارسه الرياضه اكثر واحسن، ما رح تتضايق تحس حالك تعبت. هلا دائما نحن بنفضل قبل ساعتين من الافطار او قبل ساعه تقريبا. ليش؟ اول شيء جهاز المناعي بيقوى، الدوره الدمويه بتتنشط، واذا لما بنتناول حيكون حرق الاكل افضل واحسن. نحن بعد الرياضه عم ناكل طبعا بعد الرياضه بساعه او ساعتين. وبالنسبه لبعض الافطار اكثر الاشخاص بيفضلوا بعد 3 ساعات حتى او ساعتين لثلاث ساعات من الافطار بتكون جهاز الهضمي هضم صح، ما عاد في مشكله انه الشخص اذا لعب ما رح يصير في عنده تخمه ولا اصلا يصير عنده مضايقه. فقبل ساعتين او بعد ساعتين من الافطار هذا الوقت المناسب. يعني الصائم ما ينام قبل الافطار، يعمل شويه تمارين رياضيه يفضل انه يعمل، عشان اصلا لما بده يستقبل الاكل يستقبله صح، والمعده ما يعني بتهضم اكثر، ما بتتضايق، وبنفس الوقت دغري بصير في حرق اكثر من انه نحن ما بنلعب رياضه. تماما. يعني إيفانا حكينا عن العادات السلبية ومنها شرب المنبهات بعد وجبة الإفطار. خلينا نحكي مثلا اللي متعود يشرب فنجان قهوة إمتى يشربه بالضبط، حتى الشاي بقديش كمياته، وهل بيفرق الشاي الأخضر عن الشاي الأحمر؟ هلا الشاي الأخضر يفرق عن الشاي الأخضر الأحمر يا ربي، بس لأنه فيه أنتي أوكسيدنت أكثر، مضادات أكسدة، بيحرق شحوم أكثر، وفيه كمية من الطاقة الكافيين والطاقة أكثر، فنحن ما بنفضل يشربوه بالليل ما بيقدر ينام، مو مثل الشاي الأحمر. بس هو يفضل انه عن الشاي الاخضر بهالقصص، الاخضر على الاحمر سوري بهالقصص. هلا القهوه ممكن نحن بعد ساعه نشرب فنجان القهوه. في شغله صحيح كثير مهمه، الدخان. هلا الدخان ما رح كنت جاي اسالك عنها فكره تذكرت الدخان ما لازم فورا بعد الافطار، يعني اول ما يدق المدفع يدخن وبصير عندهم هبوط بالضغط ممكن بلشوا دوخه وشوي احيانا في استفراغ. بقول لك إيه انا ما بصير معي، لا اول كم يوم بجوز ما يصير معك، بعدين بده يصير معك. كل تروى بالاكل فطار ولو كم لقمه بعدين فيك تدخن. نفس الارجيله نفس الشيء. نفس الشيء طبعا لما بده يفوت النيكوتين، لسان الارجيله يعني كمان اصعب تمام. لما بده يفوت النيكوتين بصير في صدمه بالجسم، بده هبوط ضغط، بصير في دوخه. يعني هالموضوع عن جد كثير مهم انه يتم التركيز عليه، واذا يمكن الصائمين بيعودوا حالهم خلال، في كثير يمكن اشخاص بيعودوا حالهم خلال فتره شهر رمضان المبارك انه ينقطعوا عن الدخان، بقى هيك بيكون مفيده. لكل شخص اليوم عم بيتابعنا وحابب يتبع هيك نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، حكينا نحن بعض التفاصيل خصوصي السيدات يلي هن ربات المنزل ويمكن طبخاتهم طيبه وبتزيد وزنهم، لكل حدا بيهم انه يحافظ على رشاقته برمضان وعلى وزنه الصحي، شو بتقولي له؟ كثير مهم نحن نتسحر، مثل ما قلنا المصادر الغذائيه الخمسه تكون موجوده، نشرب 7 كاسات من الافطار للسحور، مو 7 كاسات فرد قعده، دائما نخفف الدهون اللي عم نستخدمها، محل الزيت عفوا السمنه والزبده نستخدم الزيت لانه اقل بالنسبه للسعرات الحراريه. زيت الذره كمان انسب مع بعد الشمس. تمام اكيد. وفي عندك زيت الكانولا، زيت الزيتون ما فينا كثير نطبخ فيه. ليش؟ لانه درجه احتراقه عاليه. كثير مهم ما نضيف اكثر من نوع من الدهون مع بعضها، بصير عندنا سميه وبصير عندنا زياده بالكوليسترول. نبلش بالمي بالشغلات الخفيفه سلطه، عشان نحن جسمنا ما يصير عنده صدمه ويصير عندنا تلبك معوي ولاخر رمضان يزيد وزننا وامساك ومشاكل الجهاز الهضمي اللي نحن بغنى عنه. الرياضه كثير مهمه خلال سواء قبل الفطور او بعد الفطور. الوجبات الخفيفه تكون بين الافطار والسحور، تكون كثير بسيطه كفواكه، بدك تاكلي قطعه حلو كلي بس دائما النص، ونستعيد عن القلي بالشوي او حتى بالافران.
قبل ما بعد هيدي النصايح يلي قدمتي لنا اياها ايفانا، في سؤال بس فاتنا شوي عن السناك اللي ساندويش اللي تمام. بيبيعوها بالسناكات اللي احيانا بيكون الصايم ما نو متواجد على وجبه الفطور، بيكون بشغل او شيء فبيضطر ياكل ساندويش، قديش هذا الشيء انه غلط كتير يعني؟ مضر، هو عبارة عن تمام. سعرات حرارية عالية، عن دهون مشبعة عالية، عن شحوم ودسم ما لنا بحاجة له، وما رح يفيدك. وفي ناس أصلا تتسحر فاست فود، بس تماما هذا غلط غلط أكتر بكتير. أنت عم تاخد سعرات حرارية عالية، عم بصير عندك مشاكل أو سمنة، ورح تجوع وتعطش خلال النهار، فهو أبدا من أسوأ الأشياء بدك تعملها ولا بده بتحب تاكل. طبخ قبل فترة، صار في فريزر، في مايكرويف ممكن نحن نسخن فيه طبخات نطبخها قبل بيوم، يفضل هيك عن أنه أبدا. أنا ماني مع أبدا الفاست فود سواء بالإفطار أو بالسحور. تمام، هي ليك اللي عم يتابعون. أخذنا يمكن شوية نصائح عامة حول الصيام للكبار، خلينا سريعا إيفانا نحكي عن صيام الصغار، تمام. شو أهم الأكلات اللي لازم تتوافر بإفطارهم؟ هلا أول شيء بدي أحكي عن إنه شلون ببلشوا يعودوهم لأولادهم. هلا أول أسبوع ممكن نحن نعمل من الصبح للظهر، بعدين ثاني أو قبل، طبعا قبل رمضان بيعودوا الأولاد، ثاني أسبوع بقى بيعملوها من الظهر للعصر، ولما بيكون هيك جهزناه نحن بيجي وقتها بيقدر يصوم من الصبح للإفطار للمغرب. هو دائما لازم يكون اللبن بالسحور، اللبنة والجبنة والبيض، الزيتون، الخضار والخيار والبندورة، ممكن تعمل لها سلطة، الخبز الأبيض للصغار ما في مشكلة. طبعا يمكن جسمهم ما مثل الكبار طبعا، دائما نشربون العصير الطبيعي، نشربون المي، اللبن كتير، نسيت اللبن جدا مهم، بيروي اللبن ممتاز، سواء نعمله مع الخيار، سواء نشربه مثل ما هو، نعمله شنينة مع توم وشوية، ما نكتر توم، شوية ملح وتوم ممتاز. مثلا نبتعد عن المخللات بالنسبة للأطفال، بالنسبة للشيبس هدول القصص خلال النهار، يعني خلال سوري الإفطار والسحور، نبتعد عنه إنه هاي بتعطشهم وما بتفيدهم بشيء. على السحور دائما نعلمهم المي والسلطة مثل الكبار، بس نحن شلون بدنا نفرجيهم إنه لازم تاكلوا الخضار والفواكه أكثر، لأنه هن بحاجة لهذا الشيء. اللحم مصدر أساسي بالنسبة للأطفال والكبار، لانه نحن بحاجه للبي 12 والبي 6 و3 اللي هو موجود باللحومات. البقوليات كثير مهمه كمان للاطفال، فهي مثل الكبير، بس نحن بدنا نعوده انه نحن ناكل صح، والطريقه اللي ناكلها كمان ببطء شوي شوي، ياكل ما في داعي ياكل على التلفزيون بس بهذا. يعني نحن بدنا نشكرك يا ايفانا على كل المعلومات المهمه اللي اعطيتنا اياها اليوم. أكيد نشكرك، نشكر نصايح اللي قدمتيها وخاصة بهيدي الفترة. رمضان كريم عليك وينعاد عليكم. شكرا.